السلام عليكم أصدقائي، أهلا وسهلا في قناتي الجديدة، وهذا أول فيديو فعليا بعمله في هاي القناة بعد فيديو المقدمة. فأتمنى إذا كنتم مش مشتركين تشتركوا في القناة، لأنه أعتقد رح نعمل محتوى لطيف جدا جدا إن شاء الله بمساعدكم، فدعمكم مهم جدا. من عنوان الفيديو، نعم أنا هزمت التدخين. هذا الموضوع ممكن بسيط لبعض الناس لكنه صعب كثير لناس كثير. موضوع التدخين، للي بيدخن إنه يترك التدخين إشي صعب، فلدرجة إنه أبداً بطل يفكر فيه، بقولك لا عم أنا بدخن وحياتي حلو ما بدي أبطل تدخين. فلذلك على الأقل بحكي لكم تجربتي، وممكن واحد يستفيد من هاي التجربة إنه بطل تدخين. وإذا بطل تدخين بعد هذا الفيديو الله يجزي الخير، فهذا في ميزان حسناتنا إن شاء الله. طبعاً اللي بيتابعوني على قناة سيزار ريفيوز مراجعات سيزار حيستغربوا إنه أنت بتدخن وأنت بتعمل عائل إنه أخلاق وما أخلاق، وصار لك سنوات بتحكي لنا عن الأخلاق الحميدة وما إلى، وأنت طلعت بتدخن. نعم أنا دخنت وتغلبت على التدخين وتركت التدخين، ولكن لما بلشت قناتي سيزار ريفيوز ما كنت أدخن. أنا صار لي تارك التدخين الحمد لله رب العالمين أعتقد 9 سنوات، فلذلك يعني أنا ما كذبت عليكم. فلذلك لما كنت تسألوني بتدخن، في حدا كان يسألني ما بدخن، لكني دخنت وهاي بدي أحكي عنها إن شاء الله. طبعا يا إخوان التدخين بيكون له أسباب كثيرة ليش أنت بدك تدخن. التدخين ممكن التأثير الأساسي صحابك كلهم بيدخنوا، أنت صغير وصحابك بيدخنوا ممكن يأثروا عليك وصير تدخن. أنا شخصيا ما كان عندي صحاب بيدخنوا حسب ما أذكر، بس بصراحة أنا والدي وإخوالي وقرايبي كلهم كانوا بيدخنوا، أنا كثير كنت أراقبهم وهم بيدخنوا، بصراحة كنت أستمتع وأنا براقبهم هم بيدخنوا. أبوي كان متغرب بالسعودية لفترة طويلة من الزمن، كان يجينا كل سنة يقعد عنا شهر، فلما بيجي من السفر كان يدخن المالبورو الأحمر السعودي. يا أخوان عن جد كانت ريحته حلوة، يعني الدخان مضر وسيء بس هذا الدخان كان ريحته حلوة. أنا شخصيا من غير ما أبوي يعرف كنت أراقبه أطلع وأستمتع كيف بدخن. بصراحة كان عندي الرغبة إني أدخن، لكن في قانون إنه هذا الدخان حرام ممنوع تسويه، فكان يمنعني خلص مستحيل أدخن. ففعليا كملت المدرسة كملت التوجيهي وما دخنت، وهذا اللي صار معي. ولكن سافرت على أوكرانيا، سبب السفر على أوكرانيا الدراسة. لما رحت هناك وبلشت أدرس بالسنة الأولى التحضيرية واجهنا مشكلة. هاي المشكلة كانت إنه لما بتطلع تتمشى بالشارع أو تروح على السوق أو أي مكان ممكن يوقفوك بكل بساطة ناس روس، شباب بنات، أغلب الأيام بيكونوا ناس شباب بيكونوا سكرانين، وإحنا ما كان معنا لغة، بيوقفوك بس عشان يطلب سيجار. عادي عندهم إنه مرة توقفك تطلب سيجار أو زلمة يوقفك يطلب سيجار، عادي جدا. فأحيانا في ناموس، اجت في ناموس كبير، كيف بدي اكمل تصوير في ناموس مش عارف، انا بكره الناموس بحب شكل الحيوانات بس الناموس لازم اخلص عليها موتي. تخيل انك انت واحد او اثنين يوقفوك روس، انت ما بتعرف تحكي وبيطلبوا سيجاره، اذا ما اعطيتهم السيجاره ممكن تصير مشكله، ممكن تتاذى بس عشان سيجاره. فسألنا الشباب اللي هم الأقدم منا صارهم سنة أو سنتين في البلد، شو نعمل شو الحل، لا عارفين نفهمه إنه معناش دخان ولا عارفين نفهمه إنه إحنا ما بندخن، طب شو نسوي؟ حكولنا عادي اشتروا بكيت دخان واشتروا كمان قداحة احملوهم معهم. طب ليش؟ عادي أي حدا بوقفك أعطيه السيجارة، هذا بقول لك اختصار للشر وأنت بتريح راسك. وفعليا هناك كان في أيام مشاكل وكان في زعران كثير روس وجماعات، يعني بيجيك واحد هيك ضعيف بدق فيك إذا ضربته بنادي الباقي عبارة عن 20-30 شخص بيخلصوا عليك بكل بساطة. ففعليا هيك كان السيستم عندهم، فالسيجارة كانت تحل المشكلة. فعليا صرت أشتري باكيت دخان وأحط معي باكيت دخان وقدح، اللي بطلب سيجارة تفضل هاي السيجارة، قدح تفضل هاي قدح، القدح طبعا بس بولع له وبرجع. تقريبا قعدت هيك سنة كاملة، وبتعرفوا يعني أثناء السنة كاملة الشباب والأصحاب اللي حواليك الأصدقاء ولك حامل باكيت دخان وما بتدخن يا عيب شو مش زلمة. طبعا هي شغلات بسيطة ملهاش علاقة انك تدخن ولا لا، بس انا بتذكر حكيت لكم بالاول انا كان نفسي ادخن من وانا صغير، بس كنت اخاف انه ممنوع، كل شيء ممنوع حرام عيب ما بصير كله ممنوع، بس كان نفسي ادخن من يعني خلص في عندي هاي الرغبة قوية. فلما صرت في اوكرانيا والشباب بتعمل لي بتهوي لي صرت انا وصديقي اللي بدخنش هو يحكي لي شو رايك ندخن سيجاره، لانه بس ندخن سيجاره بندوخ هيك وبننام بسرعه، هي حجه بس عشان ندخن. فعلا بلشنا هيك
يوم يومين ثلاث خلاص صرنا ندخن وبلشنا فعليا الدخان. للأسف يعني هي مش شغلة الواحد بيفتخر فيها، ولكن هي تجربة أنا جربتها يعني. فبلشت أدخن وبلشت أدخن رسميا. طبعا هتسألوني طب ضليتك تعطي الروس دخان بعد ما بلشت تدخن؟ تعرف لما تبلش تدخن بصير تسحب الدخان وتخلص دخانك. صار عندنا مشكلة إنه ما بتلحقش أنت تدخن وتعطي الروس كمان دخان، يعني توزع دخان، لازم تلاقي طريقة. اكتشفت بعدين إنه الروسي إذا لقي في باكيتك سيجارة واحدة مستحيل مستحيل يأخذها. لو بدي يموت أنت افتح الباكيت قول له تفضل، مستحيل آخر سيجارة ما بأخذها. كان شارب ومش صاحي أو صاحي مستحيل يأخذها. فكانت هاي هي الحل الجوهري، صرت أحمل باكيتين باكيت فيه سيجارة واحدة وباكيت مليان. الباكيت المليان أخبيه والباكيت فيه سيجارة واحدة هون. أول ما يطلب السيجارة تفضل، نو 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 شكرا سباسيبا ما برضوش. فكان حل نهائي. على كل حال روحت على الأردن أنا وما حكيت لأهلي إني بدخن، وخلصت دراسة وأهلي ما بيعرف إني بدخن، بالذات أمي. أبوي مسافر ما بيعرف. أمي بعدين أخوي الأصغر مني حكى لها ابنك اللي بتحبي بدخن حكت مستحيل. المشكلة أنا بدخن فعلا مش قادر أحكي لها، مستحي منها تحكي لي كل الناس بتدخن إلا سيزار، بس أنا عمتي كنت بدخن. بعدين اعترفت لها أني بدخن، طبعا صدمت وحتى والله عيطت أمي لما عرفت كنه أعتقد هيك. بس بعدين تقبلت الموضوع، حكيت لها يما أنا بدخن صحيح، بس هذا لا يعني أني أخلاقي سيئة. يعني أنا بعترف أنه الدخان سيء وأنه هاي عادة سيئة وأنه الدخان حرام مضر للصحة، أنا بعترف اعتراف كلي، بس أنا أخلاقي ما تغيرت، بس هاي العادة تعلمتها نعم، لكن أخلاقي لم تتغير. أنا بصلي أنا ملتزم. الناس حتى كانوا يتفاجأوا مني، اللي بيعرفوني واللي بيتعرفوا علي جديد بصراحة يعني مش شكرا في نفسي، ولكن اللي بيتعرفوا علي كانوا يحبوا هالشخصية. لما يشوفوني ولعت سيجارة يتفاجأوا، أنت بتدخن؟ مش مستحيل. لو كل الناس وهو يكون بيدخن، يعني الشاب اللي بيحكي لي يكون هو أصلا بيدخن، بقول له آه بدخن زي زيك. لا بس أنت يا شيخ، الله ابتلاني بالدخن. على كل حال قعدت فترة طويلة 15 سنة يا إخوان وأنا بدخن، يعني مش فترة صغيرة. وكنت في نزاع مع نفسي ليش؟ فعليا أنا كنت ملتزم، ولكن الدخان كان عبارة عن إدمان مش قادر أتركه. مرات كثيرة حاولت أتركه ما زبطت، من أيام أوكرانيا ما زبطت. ضعف بالقرار، كان ضعف بالقرار. وكمان اللي كان يعني ينكد علي، بحب الدخان كنت أحب أدخن بس هو حرام، يعني كنت أستحي من رب العالمين لما أدخل على المسجد وفي جيبتي باكيت دخان. فمرات كنت ما أروحش على المسجد بس عشان معي دخان، تخيلوا وين. إذا كنت بالشغل في البيت أخلي الدخان في البيت أروح على المسجد بدون الباكيت. فهذا الموضوع عمل لي معاناة نفسية، إنه أنت بتدخن وهو غلط، يعني كيف ظابطة معك مش راكبة. فظلتني مدخن لحتى يوم صار معي تعبت صحيا، صدري كان هيك مسكر مخنوق أنا مش قادر أتنفس، وعلى الأغلب كان السبب الدخان. وأنا تعبان ورحت على الشغل وتعبان مش قادر أتنفس جماعة الخير عن جد، وبدخن ولا رحت دخن. طب يا زلمة أنت واحد مريض تعبان، طب وقف الدخان شوي بس على الأقل شوي وقفه. ما وقفته، حسيت فيه شي غلط. يعني أنا في دوامي تعبان مش قادر أشتغل مش قادر أحكي مخنوق وبدخن. طب ليش هيك؟ أنا شو ليش مجبور أدخن وأضر حالي؟ طب على الأقل أريح. فروحت على البيت في الليل قعدت مع نفسي قلت بدي أقعد مع حالي قعدة رجل إلى رجل، خلاص بدي أقعد أقرر قرار نهائي إني بدي بطل تدخين، بدي ألاقي طريقة سحرية خرافية أي إشي تمنعني من التدخين. ما بدي يعني بدي أركز كثير كثير، وأنا مركز وقاعد بفكر أعتقد دخنت لي 7 سجاير. شوفوا قديش في لحظتها صحيت على حالي، يعني هيك انتبهت إنه بطلع المكت اللي عندي الدار كلها دخان، كثير دخنت وأنا مسكر صدري ما أكل هواء. حسيت حالي هون إني أنا فاقد السيطرة عن جد، حسيت إنه ما إلي كلمة على نفسي قدام التدخين، حسيت بالضعف، يعني حسيت إني أنا ضعيف جدا جدا. هنا في إشي في مخي ضرب، طب كيف يعني ضعيف؟ طب أنا إنسان، أنا من طبعي بعض صفاتي إن في عندي العناد، بحبش أستسلم بسهولة. حسيت حالي مستسلم تماما للتدخين وخلص إنه أنا ما بقدر دخان مستحيل أقدر أتركه، ما بقدر بقدرش مريض أنا مبتلى ما بقدر. شو مبتلى؟ لا في حل. فلما أجت الصاعقة هاي على مخي وقعدت أفكر في الموضوع قررت، وأنا واقف بلحظتها هاي باكيت الدخان لساته مليان فاتحه جديد، يعني هاي القداحة قدامي أنا خلص ما راح أدخن
من بكرة إن شاء الله راح أروح أنام هسا، من بكرة ما راح أدخن. قرار زلمة نهائي، بكرة ما راح أدخن. صحيت الصبح على نفس القوة، نفس العزيمة، نفس الإصرار، ما بدي أدخن. ولكن فكرت فيها شوي بعقلانية، قلت طب أنا جسمي يعني بطالبني بالسيجارة كل وقت. سمحت لنفسي وأنا معصب، يعني خلاص أنا عن جد كنت معصب من نفسي، يعني معصب من حالي، سمحت لنفسي بسيجارة واحدة في اليوم. أنا بحد يعني خلاص مسموح لي سيجارة واحدة أي وقت، بس واحدة في اليوم. فقررت أنها حتكون الساعة 10 بالليل، لأنه بعد 10 أنا كنت أنام، فأنا بس 10 بالليل. فكنت كل يوم أروح على الشغل ممنوع الدخان، وأبعد عن الشباب، وأبعد يعني صرت أختصر الشباب عشان ما أشوف الدخان وما أشم ريحة الدخان. ولما روع البيت أستنى الساعة 10 بالليل على نار، على نار بدي أدخن السيجارة. ضليت هيك يا أخوان أسبوع أسبوعين. خلال الأسبوعين جسمي بلش يتعود، السيجارة بطلت أقدر أكملها، صرت ثلاث أرباعها نصها بعدين خلص بطلت أدخن يا أخوان عن جد. وتركت من يوميتها لليوم تركت التدخين تماما. كثير ناس، هذول الناس السلبيين، بكرة بترجع زي ما أنا شايفك راح ترجع للدخان. أنت يا زلمة الدخان هو أصلك، راح ترجع للدخان. إذا حدا ببطل تدخين عيب عليك يا زلمة، حدا ببطل تدخين؟ طبعا ما كنت أسمع الكلام وظليتني مصر، وهي لليوم 9 سنوات مستحيل أرجع للدخان. ما بيلزمني، أنا متأكد هسا وما بيلزمني. الناس اللي بتخاف تترك تدخين، بتخاف إنه حيكون، طب أنا القهوة بشربها مع الدخان، كيف حيكون طعم القهوة بدون دخان؟ ملهاش طعم. لا، إلها طعم. الأكل حيصير له طعم، الشاي حيصير له طعم، كل إشي مخك شوي شوي، هو مخك فقط، هي مايند سيت بسموها، شوي شوي راح تتعود إنه الدخان مش جزء أساسي من حياتك. فهسا حالياً أنا بسوي، طبعاً النسكافيه كانت عندي مع السيجارة أعظم شيء، كنت بستناها على نار يا إخوان، أنا كنت أنام عشان أصحى أسويها، تخيلوا لوين هيك. هسا عادي النسكافيه عندي بدون سيجارة وبستمتع فيها، الأكل بستمتع فيه، صحتي صارت أحسن. فلا تفكر إنه الدخان مستحيل، ما في شيء مستحيل. أبوي برضو دخن 50 سنة، تعب الله يشافيه وعافيه، صابوا عملنا له شبكية بسبب الدخان. لما شاف وضعه زي هيك قرر قرار واحد، أنا بديش أدخن، وبطل تدخين. أبوي اللي كان يدخن بكتين وثلاثة في اليوم قرر هيك، وهسه بالعمر هذا قرر ما بده يدخن، كان قرار صارم وخلص. ولليوم أبوي أتوقع صار له 4-5 سنوات ما شاء الله ترك التدخين. أخوي الأصغر مني قرر إنه ما بده يدخن، هاي صار له 3 سنوات بطل تدخين. فالموضوع يا إخوان محتاج قرار، إرادة، تصميم وعزيمة، كل هدول اجمعهم هيك بكاسة اخلطهم أعطيها، تقدر كل واحد فينا بيقدر يبطل تدخين. أنا عن جد هزمت التدخين، واللي كان يحكي لي مستحيل هسه بتطلع لي بيقول لي والله ما شاء الله والله زبطت معك. لا، أنا زبطتها، أنت بتقدر تزبطها. فأتمنى تكون تجربتي مع التدخين تكون أفادتكم، وإذا بتدخن أنت فرصة تبطل تدخين. الحياة أحلى بدون دخان، صدقني مش مجاملة ولا مبالغة، الحياة بدون دخان أحسن. مفارقات بس لما أحكي، عشان في 15 سنة كان عندي طباع في التدخين بدي أحكي لكم إياها، ممكن إذا أنت بتدخن تسويها. ما كنت أدخن في بيت يرفض التدخين، ما كنت أدخن عند حدا ما بيتحمل تدخين، ما كنت أدخن في المواصلات العامة، ما كنت أدخن في أي مكان ممنوع فيه تدخين. هاي بعد المفارقات. المكتة اللي كنت أدخن فيها بعد فترة من التدخين صرت كل 3 سجاير أروح أنظف المكتة عشان ما أخلي المنظر وسخ، والدخان هذا أحطه بكيس، أجمعه بكيس عشان ما يعطي البيت ريحة ويضر البيت، وبعدين أكب الكيس. هاي بعض العادات اللي كنت أسويها أثناء التدخين. الحمد لله خلصت من التدخين ومن هاي العادات، اخلص من التدخين اليوم يا ربي. الله يوفقكم جميعا، لكل حدا بيدخن، وما حدا يا إخوان ينتقد المدخن إنه شخص عاطل، ما حدا يحكي إنه هذا هامل، لا، كل حدا بيدخن عادي، إنسان عادي، إنسان مثقف، إنسان خلوق ملتزم، بس الله ابتلاه بالدخان، ادعي له إنه الله يفك عنه هذا الدخان، بس ما تطلع عليه بنظرة هيك إنه جادجمنت إنه هذا إنسان سيء. لا مش سيء، مش عشان كنت أدخن، لأني بعرف ناس كثير بيدخنوا من أحسن الناس، بس الله ابتلاهم بالدخان. آسف طولت عليكم، ولكن هاي تجربتي مع الدخان. إذا عجبكم هذا الفيديو كومنتس لايك، تجاربكم بدي أسمعها، أفكاركم بدي أسمعها، خطط بدي أسمعها. جزاكم الله خير، بشوفكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.